قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 92 لسنة 2019 قرر يعين السيد الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضنا.